الوظيفة المنزلية رقم 2، كانت الاختبار الأول لسنة 2016-17. بسط الأعداد التالية، حول الأعداد التالية إلى كسور مقاماتها ناطقة، أثبت صحة المساواة التاليتين، وأخيرا التمرين الثالث، أجب بصح وخطأ مع التعليل. العدد أولي، رتبة المقدار، الكسر ليس عشري، هذه هي تحيل إلى جداع عوامل أولية، إذا كان A و B فإن العددان أوليان فيما بينهما، من أجل كل عدد لدينا هذا الكلام. إذن هذا نص الوظيفة المنزلية رقم 2، نص الوظيفة رقم 2. هناك حل يمكنك الاستئناس به، سأترك رابط PDF أسفل الفيديو. الحل الوظيفة هو هذا، يمكنك الاستئناس به. إذن ما عليك إلا أن تحاول بالتمرين وتساعد نفسك بهذا الحل، تجد فيه ما يعينك. إذا كانت هناك صعوبات في الحل، سأكتب حل آخر وسيكون الحل بالفيديو. إذا كانت الأسئلة سهلة ولا توجد مشاكل، نوفر الجهد والطاقة لوظيفة منزلية رقم 3، رابط PDF أسفل هذا الفيديو. نواصل في حلول هذه المجلة بالفيديو. الأول إلى التمرين 12، كان في الوظيفة الأولى، وظيفة رقم 0، من 13 إلى 19، كان في الوظيفة الأولى، 19. الآن مع التمرين رقم 20، التمرين رقم 20 هو كان اختبار سنة 2016-2017 والأداب. هذا التمرين هو الإعداد والحساب في المحور الأول. نبدأ بحل التمرين الأول. إذن مرحلة نقل السؤال، مرحلة نقل السؤال المطلوب هو الآ، هو هذا. إذا نشوف 162 جذر 8 كان 40، هذا يشبه تمارين البيام. 162 80، 80 في الزوج 60، والواحد 62، زوج في الربعة، زوج ربعة زوج 242، 9 في الزوج 18، الزوج في الثلاثة، والأحداعش في الربعة، هذه هي 11 بـ11، 121 في الربعة. جذر 2 عامل مشترك، 18 ناقص 6 زائد 44، 18 ناقص 6 12، 2 والربعة 6، والواحد والربعة 5، 56 جذر 2. هذا بالنسبة بسط دون آلة حاسبة، دون آلة حاسبة لهذا تكلمت ذهنيا. الآن نأتي إلى بي، كذلك يمكن الكلام ذهنيا مع بي. ننظر إلى بي، نقل السؤال، ناقص جذر 27، 147 ناقص 243، هذا مجموع أرقامه يقبل قسمة على 3، 7 والواحد 8 والربعة 12، معناته يقبل قسمة على 3، 49 في 3، 3 في 9 27، 3 في 4 12، في الزوج 14، 9 في 3 وهذا 81 في 3، مجموع أرقامه مضاعفات 3،
معناه هو مضاعف لثلاثة، نقسم على ثلاثة، 24 تقسيم ثلاثة 8، تبقى ثلاثة تقسيم ثلاثة 1، 3 في 80 240، وثلاثة في الواحد 3 243. التسعة تخرج من الجذر بثلاثة، هذه 7 في 5 وهذه 9، جذر ثلاثة عامل مشترك، ناقص 3 و 35 ناقص 9، 35 ناقص 10 25، زائد 1 26 ناقص 3 23. هذا التمرين في الحقيقة لأمين، أمين قال لي بأن الإجابة غير واضحة، فكان هذا الحل بسبب أمين، إذن يا أمين الحل هذا راه ليك، قال لي الإجابة غير واضحة، معلش. الآن متطابقة شهيرة، جذر 3 ناقص 5 أس 2، الأول مربع زائد الثاني مربع ناقص ضعف الأول في الثاني، هذا 3 هذا 3 وهذا 25، زوج في 5 10 جذر 3، مثل تمارين البيام، 28 ناقص 10 جذر 3. التمارين دي متطابقة شهيرة كذلك، متطابقة شهيرة متطابقة شهيرة، هذا التمرين أصلا بيام، معناتها التمرين كان سهل. نتأكد، جذر زائد 2 جذر ناقص 2، الأول زائد الثاني، الأول ناقص الثاني، الأول مربع ناقص الثاني مربع، هذه 11 وهذه 4 تساوي 7. بالنسبة للسؤال الأخير، حول الأعداد الآتية إلى قصور مقاماتها أعداد ناطقة. العدد الأول والثاني، نبدأ بالأول، نسموه آش، نسموه آش، 3 على 2 جذر 2، مقامه عدد أصم، نضرب البسط والمقام في جذر 2، هذه تكون 2 في 2 4، 3 جذر 2. بالنسبة للآخر ك، هناك ملاحظة فقط، لاحظ السؤال التمرين الثاني، 3 زائد جذر 5 على 1 جذر 5، هذا هو نفس هذا، ولهذا سنرجع له في التمرين الثاني، هذا العدد هذا نفس هذا، إذا هذا جوابه هنايا، هذا جوابه كان في السؤال، إذا كان قادر التلميذ يلاحظ هذه الملاحظة ويكسب نقطة، لاحظ هنايا هذه هي نفس هذه، معناتها التلميذ كان قادر يستفيد أن هذا هو نفس هذا. إذا هذه ملاحظات في الاختبار، إذا السؤال هذا نفسه هو هذا، معناتها التلميذ كان قادر يستغل التمرين. ثلاثة زائد جذر خمسة على واحد زائد جذر خمسة، لا ننسى الأقواس، البسط والمقام في مرافق المقام، متطابقة شهيرة، الأول مربع ناقص الثاني مربع، الأول مربع هو الواحد، الثاني مربع هو الخمسة، وهنا نشرح قليلا ربما الصعوبة هنا، إذن ثلاثة في واحد، ثلاثة جذر خمسة في جذر خمسة، خمسة بالنقص، ثم جذر خمسة في واحد جذر خمسة، ثم ثلاثة في جذر خمسة بالنقص، نقص ثلاثة جذر خمسة. الآن ثلاثة ناقص خمسة ناقص اثنان، ناقص ثلاثة زائد جذر خمسة، تخرج جذر خمسة عامل مشترك، تعود ناقص ثلاثة زائد واحد ناقص اثنان على ناقص أربعة. لم أريد تبسيطها أكثر من ذلك، أردت أن أتركها هكذا. وقال نسبة مقامها عدد ناطق، احنا في الحقيقة الجواب هو صحيح لو تتركه هكذا، ولكن عندما لاحظت انه طلب تبسيط اكثر في التمرين الثاني سأدع الامر للتمرين الثاني، اذا في هذا الجواب نكتفي بهذا التبسيط. اذا انتهى
انتهى حل التمرين الأول، حل التمرين الأول انتهى، هذا حل التمرين الأول. طبعا بعد ما نكمل من الاختبار كامل راح نخلي نسخة الفيديو. إذا لحد الآن انتهى التمرين الأول وانتهى الفيديو. الحلقة 30 هذه واللي رانا نسجلوا فيها الآن هي الحلقة رقم 31. التمرين رقم 21، أثبت صحة المساواة. المساواة الأولى هذه، نقل السؤال. ملاحظة خفيفة أن هذه ألف وهذه ألف، هذا ألف هذا ألف، تبقى هذه برك. إذن هذه أول ملاحظة. إذن هذا 10 أس 3 وهذا 10 أس 3، يختزل 1 2 3 4 5، معناها 3 في 10 قوى ناقص 5 أس 2، 3 أس 2 9 ناقص 5 في 2 ناقص 10، خواص القوى. ناقص 10 زائد 9، هذه ناقص 9 تصعد إلى الفوق تكون زائد 9، 9 على 6. بالآلة الحاسبة 9 تقسيم 6، 9 تقسيم 6 هي تقسيم 3 تقسيم 3، 3 على 2 1.5، أو مباشرة 9 تقسيم 6. واحد والنصف، 10 قوى ناقص 1، معناتها الفاصلة تتحرك نحو اليسار بمرتبة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، لاحظنا أن هذا السؤال الأول نفس هذا، إذن يمكن استخدام الجواب السابق. إذن الجواب السابق ماذا وجدنا؟ الجواب السابق وجدنا أن ب يساوي هذا المقدار ويساوي هذا المقدار. نخرج ناقص 2 على المشترك، ناقص 2 في 2 وهذه ناقص 2، نتحقق نوزع الضرب على الجمع، ناقص 2 في الواحد ناقص 2 في جذر 5. نختصر هذا مع هذا نجد هذا، هذا نفس المطلوب، هذا نفس المطلوب، 1 زائد جذر 5 على 2، 1 زائد جذر 5 على 2. بالنسبة للجواب السابق هو هذا، درناه في الفيديو السابق. ماذا وجدنا؟ وجدنا 3 زائد جذر 5، 1 زائد جذر 5، نضرب في المرافق نجد هذا الكلام، ناقص 2 جذر 5 على ناقص 4. إذن ماذا قلت أنا؟ قلت من الجواب السابق عندي هذا هو هذا، هذا هو هذا الجواب السابق، هذا هو هذا، هذا هو هذا. انطلقت من الجواب السابق، خرجت ناقص 2 على المشترك واختزلته فوصلت إلى المطلوب. طبعا هذه الأوراق سأتركها في PDF عندما أنتهي من حل التمرين. انتهى الفيديو، الحلقة 30، الحلقة 31. نحن الآن كنا نسجل في الحلقة 32، نواصل مع آخر تمرين. إذن من 1 كما قلنا إلى 12، من 13 إلى 19، ثم بدأنا في حل التمرين 20 أكملناه، 21 أكملناه، 22، 22 التمرين الثالث، أجب بصح أو خطأ مع التعليل في الحالتين. إذا كان صحيح تقول لماذا، إذا كان خطأ تقول لماذا. نبدأ بالعدد 1421.
1421 هو 203 بالسبعة. متأكد؟ ألف وأربعمائة وواحد وعشرون. كيف نعرف؟ نقسمه على اثنين على ثلاثة على خمسة على سبعة. عندما نقسمه على سبعة نجد القسمة تامة، الباقي معدوم. فنقول أن 1421 يفكك. القضية العدد أولي ليس أولي، إذا القضية الأولى خاطئة. الجواب الأول خطأ. ماذا قال هو؟ العدد هذا أولي، لو كان أوليا لما فككناه. هو قال كلام، هو قال أولي، نقول له خطأ، نقول له خطأ. السؤال الثاني، رتبة مقدار هذا العدد هي هذا العدد. هذا صحيح، رتبة مقدار العدد هي هذا العدد، صحيح، لأن هذا العدد هو نفسه هذا العدد في 10^2. الأس الموجب يحرك الفاصلة نحو اليمين مرتبتين هنا وهنا، فيصبح هذا العدد مدور إلى الوحدة هو 6، ونحتفظ بقوة 10، إذن هو صحيح. ناقص 45 على 36 ليس عشري، هذا خطأ، لأن هذا عشري. كيفاش نعرفه؟ 45 تقسيم 36. واحد فاصل خمسة وعشرون، واحد فاصل خمسة وعشرون عدد عشري بالنقص. إذا نقول هكذا، هذا عدد عشري لأن هذا هو هذا، نختزل على 9، ناقص 5 على 4، ولا مباشرة بالآلة الحاسبة، هذا عدد عشري. ومنه الجواب، الكلام الثالث خطأ، لأن في الرياضيات هذه تسمى قضية. القضية هي جملة رياضية تحتمل الصدق، تحتمل الصح أو الخطأ. هذه قضية خاطئة. شوف الأربعة، الأربعة، هذا العدد هو تحليل إلى جداء عوامل أولية، هذا خطأ. كيف أعرفه؟ الستة ليس أولي، الأربعة ليس أولي، الخمسة عشر ليس أولي. إذن هذا تحليل، صحيح هو تحليل، هذه صحيح وهذه صحيح، ولكن هذه خاطئة، ليست أولية. إذن كيف نجيب؟ هذا العدد هو تحليل إلى جداء عوامل ليست أولية. لماذا ليست؟ لأن الستة تفكك، ستة ليس أولي. إذن الكلام الرابع خطأ، القضية الرابعة خاطئة، وهذا هو التعليل. ولو نريد سي إلى جداء عوامل أولية، هذه إضافة فقط، ماذا نفعل؟ 4 في 6 في 15 و 7 أس 2. هذه للفائدة، لو قال لي فكك سي إلى جداء عوامل أولية، الأربعة هي 2 أس 2، الستة 3 أس 1 2 أس 1، الخمسة عشر 3 أس 1 5 أس 1، وهذه كما هي. الاثنين موجودة مرتين، موجودة هنا وموجودة هنا، المرتين والمرة 3 مرات، والثلاثة موجودة هنا وموجودة هنا، المرة والمرة مرتين، والخمسة مرة واحدة، والسبعة مرتين. هذا لو أردت أن أحلل إلى جداء عوامل أولية لكان هذا الكلام. بالنسبة للخامس،
إذا كان A يساوي و B يساوي 2 3 2 5 2 3 2 5 2 2 3 7 2 2 3 7 فإن القاسم المشترك هو هذا العدد. ماذا نفعل؟ القاسم المشترك الأكبر هو جداء العوامل المشتركة بأصغر أس، وذلك في شكلهما المحلل إلى جداء عوامل أولية. هذا العدد محلل إلى جداء عوامل أولية، وهذا العدد محلل إلى جداء عوامل أولية. من هي العوامل المشتركة؟ الاثنان والثلاثة. أصغر أس للاثنان، أصغر أس للثلاثة، أجده 6. إذا الكلام هذا خطأ، الجواب هذا خطأ. إضافة للفائدة، لو أردت إضافة للفائدة، لو أردت حساب المضاعف المشترك، ما هي القاعدة؟ المضاعف المشترك الأصغر هو جداء العوامل المشتركة وغير المشتركة بأكبر أس. المشتركة 2 3 5 7 المشتركة وغير المشتركة. أكبر أس للاثنان، أكبر أس للثلاثة، أكبر أس للخمسة، أكبر أس للسبعة، سأجده 1206. لذلك الجواب الخامس خطأ. بالنسبة للسادس، هذان العددان أوليان فيما بينهما. هذا الكلام خطأ، هذا مضاعف لاثنين وهذا مضاعف لاثنين، معناتها الاثنين يقسمهما معا، فلن يكونا أوليان فيما بينهما. العدد الأوليان فيما بينهما القاسم المشترك لهما يساوي الواحد. إذن هذا الشيء اللي قلته هنا، العددان ليس أوليان فيما بينهما، هذا كلام خطأ. 864 كلاهما مضاعف لاثنان. هناك طريقة في حساب القاسم المشترك، طريقة جديدة. 60 و 48، 60 6 في 10، 6 هنا والعشرة هنا، 48 6 و 8، 6 في 8، كأنك توزع 6 في 10 6 في 8. ثم هنا ما زلت 2، 2 هنا و2 هنا، 2 في 6 12، تبقى 5 و4. القاسم المشترك ل 5 و4 يساوي 1، يساوي 1، معناها تبقى 12. إذا القاسم المشترك ل 60 و 48 يساوي 12، لا يساوي الواحد. قاسمهم المشترك 12 وليس الواحد، ومنه كلام السادس خطأ. من أجل كل عددين عدنا هذه، هذا خطأ، لأنه متطابقة الشهيرة، مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الأول في الثاني، ولكن هذه في بعض الأحيان تكون صحيحة. مثلا لو تختار 0 0 0 صحيحة، وتختار 1 0 صحيحة، ولكن لو تختار الاثنين والخمسة، لو تختار الاثنين والخمسة، 2 زائد 3 أس 2، هل هي 2 أس 2 3 أس 2؟ هذه راه 4 زائد 9 13، وهذه راه 5 أس 2 25. إذا هذه متطابقة مشهورة مشهورة. إذا الجواب السابع خطأ. انتهى حل التمرين وانتهى الفيديو.